إن ملتقانا الوطني اليوم نتاج ضرورات مهنية ملحة تتعلق بحوالي سنة من النشاط منذ تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة الاثني عشر على المستوى الوطني، وقد انطلق بفكرة ذات طابع علمي ومهني بين السادة القضاة والسادة المحامين، وتنامت هذه الفكرة عبر عدة جلسات عمل مشتركة على مستوى مجلس قضاء الجزائر، أين تم الحرص على توفير كل الظروف لإنجاحها، وتجسد المشروع بحضورنا اليوم في اجتماعنا هذا الأول، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على عمل المحاكم التجارية المتخصصة. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، انطلاقاً من أهمية الموضوع ونظراً للإشكالات التي عرفها تطبيق سنة من التطبيق وعمل المحاكم التجارية المتخصصة، ارتأينا أن يكون ملتقانا هذا يحمل أربعة مداخلات ثم ينقسم إلى ورشتين من أجل النقاش والتباحث في مختلف المسائل الموضوعية والإجرائية، وهي منهجية تم اختيارها وصياغتها بعناية مع شركائنا في تنظيم هذا الملتقى، وهم منظمة محامي الجزائر، والتي أجدد شكري لها وعلى رأسها السيد النقيب على التجاوب الفعال وعلى هذه الشراكة المميزة التي سمحت لنا بأن نجتمع اليوم من أجل إثراء رصيدنا المعرفي جميعاً.